نقرب للصورة بشكل أكبر ونروح محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال. يا أبو حميد مساء الخير عليك، الفل إزيك عامل إيه أخبارك إيه؟ الحمد لله. طبعا عايزين نتكلم في قصة الاعتزال وإعلانك اليوم عن قرارك وأسباب الحقيقية وراء هذا القرار من وجهة نظرك، عايزين نوضح الأمور بشكل أكبر للجمهور المصري بشكل عام. هو كان طبعا في مشكلة قديمة من 2016 للاعيبة الناشئين، 7 لعيبة طلع عندهم عين إيجابية، بالتالي الاتحاد الدولي عمل يعني ظهر المشكلة دي في فترة قريبة، يعني من شهرين أو من شهر قبل بطولة العالم بالظبط، ومنعنا من مشاركة بطولة العالم عشان عندكم مشاكل قديمة أنتوا لسه ما حلتهاش. طبعا اللجنة الأولمبية والوزارة والاتحاد قاموا بدورهم إن هم يجيبوا محامي عشان يطلع يعمل طعن على القرار بإيقاف مصر والكلام ده. ظهرت مشكلة جديدة لسه امبارح، 5 عينات جم من دورة الألعاب الأفريقية، 5 عينات إيجابية. طبعا إحنا لعبنا 20 لاعب فخمسة جم. طبعا المشكلة كبيرة طبعا دلوقتي عشان فترة تأهيل أي إيقاف للعيبة بيبقى حساسيته كبيرة، والدولة تبقى معرضة طبعا للإيقاف غير المشكلة القديمة. فطبعا فالبلد كده معرضة للإيقاف بنسبة 2% في طول سنتين يعني. طب ليه ما انتظرتش يا محمد ان القرار يطلع؟ ممكن يبقى ما فيش قرار ايقاف، ولا خلاص المعطيات كلها بتؤكد ان هيكون في ايقاف يعني؟ لا، الاتحاد قدم استقالته واحنا في البيت و10 شهور على الاولمبياد يعني. يعني انت كاتحاد وانت كبلد خلاص انت اعلنت ان خلاص الاتحاد وقع والبلد وقعت يعني، هي مش تلعب. انا يعني انا في البيت وكلنا كل اللعبه في البيوت وخلاص. المشكله حصلت وان مفيش طوكيو، وان المشكله مش حدش عارف مداها فين، وانت ده مش وقت مشاكل، مش وقت ان انت تطلع ترفع قواضي والكلام ده. انت في فتره المفروض بتركز فيها اكيد انك تطلع بطولات وتحقق ميداليات وتنجز. طيب هل التقصير جاي منين بالظبط يا محمد من وجهه نظرك؟ هل الاتحاد المصري لرفع الاثقال هو اللي مقصر، ولا اللاعبين اللي جه عليهم عينات ايجابيه يعني، ولا مدرب السابق مثلا؟ يعني الموضوع ده انا ما اقدرش ان انا اتدخل فيه اصلا. انا في الاول وفي الاخر لاعب، انا لاعب وظيفتي ان انا بلعب وبشيل الحديد. بطولات بروح اجيب ميداليات، هي دي مسؤوليتي ان انا احافظ على نفسي. لكن اللي انا اقول ده مقصر او ده مسيء او ده يعاقب او ده كده، مش محمد ده اللي يقول الكلام ده. طب يا محمد، هل عندنا عدم وعي عند اللاعبين المصريين؟ انت قريب اكيد من لاعبين يعني بالتحديد، عدم وعي في قصه المنشطات وكلام من ده، ولا ايه الاسباب يعني؟ الاسباب كتيرة، الاسباب لا ما بتتعدش طبعا، بس هو يعني هو كمدرب او كاتحاد مش هيقعد مع اللاعب 24 ساعة في اليوم قاعد جنبه عشان يشوف هو بياكل ايه وبيشرب ايه وبياخد ايه. والعكس برضه يعني، انا كلاعب الاتحاد جايب جهاز طبي وجهاز فني وهو اللي بيدير المكملات، فبالتالي انا ببقى واثق فيه ثقة عمياء. فالخطا هنا ما لا, لا, لا يعني انا مش هقدر ان انا اتداركه، ولا اللعيبه برضو تقدر ان انت تكون معاها طول اليوم. طيب هل انت يعني كنت تستعد بكل قوه اكيد لاولمبياد طوكيو 2020، واحنا كمصريين كان عندنا امال كبيره جدا ان نبقى ضامنين ميداليه من خلالك في هذه البطوله، هل القرار دي قتلت طموحك بشكل كامل وده اللي ادى لاعتزالك اللعبه يعني؟ ما انا من اول السنه انا بستعد لبطوله العالم، وجيت قبل بطوله العالم السفر بيوم اتحرمنا من المشاركه بسبب مشاكل قديمه. يعني طول السنه انا بستعد المحاكم. البطوله بيوم خلاص استبعدنا بسبب مشاكل قديمه. طب حل المشاكل القديمه، فكانت مشاكل جديده. عشان الحوارات دي اصلا تتحل، ان هم الناس بتوع اللعبه اللي فاهمين في اللعبه هم قدموا استقالتهم ومشيوا. فبالتالي انا هستنى ليه؟ يعني الناس اللي معاهم الخطط ال3 سنين اللي فاتوا دلوقتي هم مشيوا، انا هكمل يعني؟ قول لي انت سبب انا اكمل عشان ولا انا في البيت دلوقتي اقول لهم انا بستعد للاولمبياد وانا في البيت؟ لا طبعا، والمشاكل الموجوده دي ما اتحلتش لسه؟ لا طبعا. فان انا اطلع دلوقتي بذوق من غير ما الوضع يجبرني على اي حاجه ثانيه، والرعاه الدعم بتاعهم
يفهموا الوضع اللي انا فيه برضو، عشان ما اي راعي يدفع فلوس عشان بس تعدي الدوره الاولمبيه، مش عشان انا اخدها وانام في البيت. اخيرا في رساله حابب تقولها للمسؤولين عن الرياضه في مصر يا محمد؟ انا يعني لعبه زي رفع اثقال كان يعني من بدري كان المفروض يبقى ليها اهتمامها، من بدري كان المفروض يبقى ليها احتياطاتها، يبقى الجهه المنوطه اللي هي الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات تبقى قايمه بدورها باكمل وجه في كل مراحل التاهيل بتاعتنا، كل المعسكرات بتاعتنا، عشان نقدر ان احنا نوصل للبطولات الدوليه اصلا واحنا وانت مطمن كاتحاد ومطمن كوزاره ومطمن كلجنه اولمبيه. ولكن الخطا دلوقتي كله بيبعد عنه، يعني لما يحصل انجاز كله مشارك فيه، لما بيحصل خطا كله بيبعد عنه، المفروض نتجمع دلوقتي عشان نشوف حلول ونقدر ان احنا نواصل ونكمل. لكن اللي انا شايفه دلوقتي ان كله بعد عن عن الموضوع الاساسي اللي هو التاهيل للاولمبيات، وكله دلوقتي عاوز يعاقب المسيء ويدور على المسيء مين اللي عمل المشكله ويعاقبه. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك دايما التوفيق في اي خطوه مقبله ان شاء الله هتاخدها. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا بطل مصر في رفع الاثقال محمد ايهاب، واللي اعتزل النهارده بسبب المشاكل اللي موجوده.